يبقى الدليل الرقمي ليه حجية في الإثبات ولا ملوش؟ الدليل الرقمي ليه تعريف واضح ولا ملوش؟ يبقى أنت دلوقتي لما تيجي تقدم لي قضية زي كده وتقدم لي دليل وتقول لي الدليل الرقمي، يقول لك أنا معترف بيه بعد صدور القانون وبعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. قال لك هنا بقى إيه؟ إمتى هقبله كدليل رقمي وليه القوة في الإثبات وحجية الإثبات؟ متى توافرت فيه الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية. هوفر أنا عليك ومش هخليك تجيب اللائحة التنفيذية وهجيب لك الشروط الإيه؟ الواردة بيه دلوقتي. هناك عدة ضوابط يلزم توافرها مجتمعة. وطالما ركز في المصطلحات قوي، قال لك كلمة مجتمعة معناها إيه؟ معناها إذا سقط منها شرط باظ الدليل. طالما أنا قلت لك مجتمعة مديك أربع حالات أو أربع شروط، يبقى لازم الأربعة يكونوا موجودين في الدليل، واحد منهم مش موجود. برافو عليك. دون نقصان بالدليل الرقمي لكي تحوزوه ذات القيمة والحجة للأدلة الجنائية المادية في الإثبات، وهي كالآتي: واحد، أن تتم عملية الجمع أو الحصول أو على استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الوقعة باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات والبرامج والدعامات الإلكترونية. واحد شتم واحد على الفيسبوك والتاني رد له الايه؟ الشتيمة في المحادثة، وفضلوا يشتموا في بعض. الراجل الناصح راح عامل ايه؟ مسح كل الشتائم اللي هو شتمها له من عنده، وساب الايه؟ شتمت الاولاني بس، وراح طابع واخد سكرين شوت وطابع وراح يقدم لمباحث الانترنت ويقول لهم ده الدليل الايه؟ الرقمي. هو انت مش عارف ان في لجنة فحص هناك هتفحص اذا كانت المحادثة دي سليمة ولا مش سليمة؟ وإذا تم إثبات أن هذه المحادثة تم تحريفها أو حذف بعض البيانات منها، يبقى دليل عليك أنت. اثنين، أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة في إطار الموضوع المطلوب إثباته أو نفيه. أنت ما تجيش تكون في إطار واقعة معينة أو حادثة معينة من جرائم التي ترتكب عبر وسائل الإنترنت وتيجي تجيب لي دليل ملوش أي علاقة بيه وتقول لي ده دليل أنا عايز أثبت بيه. لا، يبقى لازم الدليل له علاقة بالإيه؟ بالواقعة. وزي ما احنا اتفقنا أن الشروط مجتمعة، وعند سقوط شرط منها يسقط الإيه؟ الدليل، وتسقط حجيته وقوته في الإيه؟ الإثبات. رقم ثلاثة، من الشروط اللي قالتها اللائحة التنفيذية لقانون 175 لصحة الأدلة الرقمية إيه؟ أن يتم جمع الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مين؟ مأموره أو مأموري الضبط القضائي المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة. لأن مش أي مأمور ضبط قضائي هتكون عنده الثقافة التقنية للتعامل مع مثل هذه الأدلة الإيه؟ المتطورة تكنولوجيا. طيب، أو مين؟ الخبراء المختصين المنتدبين من جهات التحقيق والمحاكمة. والخبير هنا ليه شروط، والخبير ليه مواصفات، ولازم يكون هو فاهم بيعمل ايه، لان انت ممكن تبوظ قضيه كامله لو حاجه اتمسحت من الدليل. يعني انت لو معاك هارد بتحفظه والهارد ده موجود عليه بيانات، البيانات دي هي اللي هتقدر تثبت ان في دليل بيدين شخص ما، وانت ما بتعرفش تتعامل مع الاجهزه دي او مع البرامج دي، وبوظت الدليل هتبوظ الايه؟ القضيه كلها. اذن لابد من انتداب خبراء مختصين في هذا المجال. طيب، الحالة الرابعة، في حالة تعذر فحص نسخة الدليل. وانا طالما قلت لك كلمة نسخة هنا يبقى في ايه؟ في اصل. طب لو تعذرت فحص النسخة، انت كده لازم في البداية عشان تيجي تعمل لي دليل وتفحصه بتفحص النسخة عشان تحافظ على الايه؟ الاصل. وبعد ما تفحص النسخة، طب تعذرت الحصول على الايه؟ على النسخة للدليل الرقمي وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأي سبب، تم فحص الأصل، يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله في محضر الضبط أو تقرير فحص والتحليل، يبقى أنت هتيجي تفحص الإيه؟ الأصل، وهتكتب لي ده في إيه؟ في محضر عشان تثبت لي بيه إن ده تم فيه. طيب، توثيق الأدلة الرقمية لابد أن يكون بمحضر إجراءات من قبل المختص. إمتى؟ برافو عليكي. قبل عمليات الفحص لازم توثق لي الأدلة دي كلها.